أعزائي الطلاب، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تبسيط العلوم. كان وما زال اهتمامنا الأول هو الطالب، كيف يذاكر، كيف يفهم، كيف يحلل، أيضا كيف يطبق ما تم تدريسه بشكل جيد. هل هناك بعض الصعوبات اللي بتواجهه في أثناء المذاكرة، كيف يتعامل معها؟ طبعا في حلقة سابقة كنا تكلمنا مع حضراتكم عن علم الاجتماع ونشأته والوظائف الخاصة به، واليوم ننتقل نتحول إلى جزئية جديدة في برنامجنا. هنتكلم النهاردة عن الرواد المؤسسون لعلم الاجتماع. لازلنا معكم لسه في الباب الأول والشرح والتبسيط لمنهج علم الاجتماع للصف الثاني الثانوي. قبل ما نبدأ بس برنامجنا، تنويه بسيط إن شاء الله، موعد حلقتنا من برنامج جذور العلم هيكون يوم الجمعة الساعة 7:30 بإذن الله مع الدكتور محمد عبد العزيز، في انتظار إن شاء الله متابعتكم وبإذن الله تنال إعجابكم هذه الحلقة وهذا اللقاء. معنا ومعكم النهاردة مستر وسيم المغربي، خبير علم الاجتماع وعلم النفس بوزارة التربية والتعليم. مرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتك، وإن شاء الله نستكمل حلقات علم الاجتماع بشرح تحليلي وافي أهم المعطيات المنهجية السنة دي بإذن الله. جميل. كنا برضو بنسأل حضرتك دايما في الحلقات الخاصة بمنهج علم النفس، بنقول المصطلحات متكررة. تمام. هتستمر معانا برضو في علم الاجتماع من سنة أولى وتانية ثانوي حتى الصف الثالث، لازم ناخد بالنا من بعض المصطلحات لأنها هيكثر يعني تكرارها أو استخدامها كتير. بالضبط، هتبقى في بعض المصطلحات اللي أنا هستخدمها سواء في الصف الثاني الثانوي أو في الصف الثالث على وجه التحديد، فلما بنقدم لها تحليلها الوافي او يبقى الطالب ما عندوش اي لبس في فهمها، معناها بيبقى معنى محدد دقيق، ده بيسهل له التعامل معاها مستقبلا. مرة اللي فاتت حضرتك في الحلقة السابقة اتكلمت بشكل عام عن علم الاجتماع، نشأته، مين هم رواده بشكل طبعا مبسط جدا، وبرضو ألقينا الضوء على الوظائف الخاصة بيك سواء كانت الوظيفة المجتمعية على ما أتذكر. تمام كده. النهاردة بقى الرواد لازم نتكلم عنهم وعن الدعائم اللي قاموا بيها لإثراء هذا العلم. طيب احنا قلنا طبعا في مقدمتنا ان يعد عبد الرحمن بن خلدون هو مؤسس او المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع. هنبدا نتناول ابرز الرواد المؤسسون لعلم الاجتماع. هنتناول ثلاث رواد: ابن خلدون، اوغست كونت، فاميل دوركايم على وجه التحديد. طبعا اي مفكر اجتماعي بيتاثر بظروف عصره، يعني ظروف عصره، المجتمع اللي عايش فيه، الاحداث الجارية في الآونة دي بيكون لها تأثير كبير جدا في تشكيل فكره. هنبدأ ابن خلدون باعتباره عالم اجتماع عربي، ولكن في البداية هناخد نبذة عن حياة ابن خلدون. اتولد فين؟ كمل حياته فين على وجه التحديد؟ وايه الدافع اللي خلى ابن خلدون يدعو لتأسيس علم الاجتماع؟ اتفقنا مع بعض في علم النفس ان مفيش سلوك بدون دافع. مجرد الدعوة لتأسيس علم الاجتماع ده، الدعوة دي سلوك هو قام بابن خلدون. ايه الدافع اللي خلاه يدعو لتأسيس علم الاجتماع او كما سمي في البداية باسم علم العمران البشري؟ لما نيجي نستعرض نبذة عن حياة ابن خلدون على وجه التحديد، ابن خلدون اتولد في تونس عام 1332، توفي في مصر عام 1406. علم الاجتماع استوفى شروطه على يد ابن خلدون، لان اي علم اجتماع او اي علم لابد ان يكون له دعائم، ركائز، عناصر أساسية. الركائز أو العناصر دي بتتمثل في ثلاث عناصر: موضوع ومنهج وهدف. أي علم لابد أن يكون له موضوع بيدرسه، هيدرسه بمنهج محدد، طب عشان يوصل لهدف إيه؟ طبعا ألف كتب كتيرة جدا، من أبرزها مقدمة ابن خلدون، وأسس علم العمران اللي تعرف دلوقتي باسم علم الاجتماع. ايضا عوامل كتير جدا اثرت في فكر ابن خلدون، خاصة ان هو كان من اسرة قريبة من الحكم والسلطة، وبالتالي اشتغاله بالسياسة ده كان دافع اساسي لدعوته لنشأة علم العمران البلدي، علم العمران البشري. خدم الملوك وتقلد اعلى المناصب، قام باسفار كتيرة، كان عنده قوة ملاحظة عديدة. دي نبذة سريعة عن ابن خلدون، ولكن الاهم ايه اللي خلى ابن خلدون يدعو لتأسيس علم العمران البشري؟ ليه كان في ضرورة لوجود علم اطلق عليه في البداية ابن خلدون علم العمران البشري؟ منتهى البساطة، ابن خلدون لما جه يستعرض كتب المؤرخين من قبله، المؤرخين يعني الناس اللي بتكتب عن احوال المجتمعات،
لقى الكتب دي مليانة بالمغالطات وبالتزييف بالحقائق. طب كانوا بيعملوا كده ليه؟ بهدف إرضاء الحكام والولاة والحصول منهم على الأموال، يعني باعوا ضمائرهم. يعني كان مثلا يجي المؤرخ يكتب كتاب يمتدح فيه الحاكم، يذكر إيجابيات المجتمع ويتغاضى عن السلبيات، وكان قصاد وزن الكتاب الحاكم بيديله قصاد وزنه ذهب، فكانت العملية فيها عملية إغراء للحكام. طب مين اللي اكتشف المشكلة دي؟ ابن خلدون. فسأل نفسه سؤال، إزاي هتعرف على حقيقة المجتمعات والمصادر اللي موجودة مليانة بالمغالطات والتزييف الحقائق؟ لأن كان بيؤمن بمقولة شهيرة جدا، أن ما بني على خطأ كان خطأ. ومن هنا دعا ابن خلدون لفلسفة اجتماعية جديدة تقوم بدراسة المجتمع بصورة موضوعية، يعني بصورة دقيقة أو بصورة صحيحة. الفلسفة دي عرفت في ذلك الوقت باسم علم العمران البشري، اللي اتعرف بعد كده بأربع قرون باسم علم الاجتماع. يعني أنا أقدر أستخلص إن علم التاريخ كان هو الدافع الحقيقي لنشأة، أو الدافع الحقيقي لدى ابن خلدون للدعوة لنشأة علم العمران البشري. علم التاريخ اللي أنا بقصد بيه إيه؟ لما جه استعرض كتب المؤرخين ووجد ما بها من مغالطات وتزييف للحقائق. يعني برضه لو قلت إن المؤرخين قبل ابن خلدون تناولوا أحوال المجتمعات بصورة موضوعية أو بصورة دقيقة، طبعا دي عبارة خاطئة. ده بالعكس، كانوا بيتغاضوا عن السلبيات، كانوا بيعموا عينيهم عن الحقائق. عدم ذكر كل ما يتعلق بالنواحي السلبية في المجتمع بهدف الحصول على الأموال. ومن هنا ابن خلدون دعا إلى تصحيح مسار أحداث التاريخ، وده الهدف الأساسي عنده، اللي أنا أصحح أحداث التاريخ من خلال دراسة موضوعية دقيقة هيقوم بيها علم العمران البشري. يبقى احنا عرفنا هنا ايه هي اسباب دعوة ابن خلدون لتأسيس علم العمران البشري. طيب اي علم له دعائم اساسية، ايه هي دعائم العلم اللي ابن خلدون وضعها؟ ابن خلدون حدد موضوع علم العمران البشري في دراسة الاجتماع الانساني. قال الاجتماع الانساني ضروري. يعني ايه اجتماع انساني؟ يعني لابد من قيام حياة اجتماعية بين الافراد، لابد من وجود تفاعلات ما بين الافراد. طب وجهة نظره ايه؟ او علل الكلام ده بايه؟ ان اي انسان مننا ما يقدرش يشبع احتياجاته لوحده، يعني الانسان قاصر عن اشباع احتياجاته بمفرده، فلابد من وجود تفاعل بينه وبين الافراد الاخرين. انا بعتبرها ان من مسلمات وبديهيات الحياة الانسانية ان الانسان ما يقدرش يعيش لوحده. ازاي؟ لان انا ما اقدرش اشبع احتياجاتي لوحدي، انا بحتاج للطبيب علشان يعالجني، بحتاج للمحامي عشان يدافع عني، بحتاج للمهندس عشان يعمل لي انشاءات، بحتاج للكهربائي للنجار للفران وهكذا. فاستحاله ان انا هشبع احتياجاتي لوحدي، فلا بد من دخول تفاعلات مع الغير. وده اللي اكد عليه ابن خلدون، ان الاجتماع الانساني ضروري من مسلمات وبديهيات الحياه. بكرر تاني. طيب ابن خلدون قال لي ان المجتمع بمنتهى البساطة بيخضع لقوانين ثابتة. ليه؟ لان المجتمع ده جزء من الكون، واي شيء في الكون بيخضع لقوانين ثابتة. ده هو قال لي المجتمع كمان بيخضع لقوانين ثابتة زيه زي الظواهر الطبيعية، او بنقول عليها الظواهر الحيوية او الظواهر الفردية. فطبيعي جدا ان انا بسعى للتوصل للقوانين الحاكمة للظواهر الاجتماعية اللي هتنشأ نتيجة تفاعل الافراد مع بعضهم البعض. المجتمع هنا على وجه التحديد بيخضع لقوانين، او المجتمع زيه زي الظواهر الفردية والحيوية او الظواهر الطبيعية بمعنى واحد. ايضا ابن خلدون وجه رسالة للباحث. الرسالة دي شملت اربع عناصر. الرسالة دي كانت بتحمل ملامح المنهج، او ايه هي طريقة المنهج المستخدمة. يعني بمعنى تاني، ابن خلدون حدد ملامح لمنهج البحث في علم العمران البشري، اللي البحث مفروض يمشي عليها، اللي البحث مفروض يتبعها. ايه هي ابرز عناصر ملامح المنهج عند ابن خلدون؟ اربع عناصر على وجه التحديد متمثلين في اول نقطة، ان على الباحث الا يصدر احكاما متعجلة. يعني عايز اقول له التأني
وما رجعش لأي دراسات سابقة نتائجها قد تكون فيها نوع من الاحتمالية أو الشك، الباحث ألا يصدر أحكام متعجلة. هو دايما أصلا في حالنا العادية احنا كلنا عارفين أن التسرع في إصدار الأحكام قد يؤدي للوقوع في خطأ التفكير، ممكن أخطأ. أيضا على الباحث الأخذ بمنهج المقارنة بين ماضي الأشياء وحاضرها. منهج المقارنة منهج مهم جدا، أكد عليه ابن خلدون، لأن منهج المقارنة ممكن بيبقى واقعي. يعني أنا مثلا لو جيت أقارن بين التعليم مثلا في عهد محمد علي وفي عهد إسماعيل، هعرف الفترة إن هي اللي كانت أفضل. أو أنت كطالب لما تيجي تقارن بين طريقة مذاكرتك السنة دي وطريقة مذاكرتك السنة اللي فاتت، هتقدر تعرف هل أنت للأفضل ولا للأسوأ ولا محلك سر. أو أنا لما أحب أقارن بين الأسرة قديما وحديثا، الأسرة قديما كنا بنسميها أسرة ممتدة، اللي هي الأسرة اللي بيعيش فيها أجيال مختلفة، الأجداد مع الآباء مع الأبناء. إنما الأسرة دلوقتي الحديثة بنسميها الأسرة النووية، اللي هي الأسرة صغيرة الحجم، زوج وزوجة وأبناء. يبقى أنا بقارن بين الأسرة قديما وحديثا. أيضا على الباحث أن يسعى للتوصل للقوانين اللي بتحكم المجتمع، ما ده شيء طبيعي وشيء نهائي وغاية أي عالم. ولما اجي الاحظ الظواهر الاحظها ملاحظه دقيقه، عشان ما اتوصل لقوانين تبقى القوانين اكثر دقه. رساله بسيطه شملت او احتوت على اهم ملامح منهج البحث عند ابن خلدون. طيب يبقى دي الدعامه الثانيه، الركيزه الثانيه. احنا اتفقنا ان اي علم له 3 دعائم اساسيه: موضوع موضوع ومنهج وهدف. اتكلمنا عن الموضوع والمنهج، يبقى لسه هدف علم العمران عند ابن خلدون تمثل في اهداف نظريه واهداف عمليه، او نقول عليها اهداف تطبيقيه. شملت اهداف المنهج عند ابن خلدون الاهداف النظريه: انا عايز اوصل او اكشف عن القوانين اللي بتحكم المجتمع في كافه ظواهره. طيب هعمل بيها ايه علشان اطبقها واستخدمها واستفيد منها في تصحيح احداث التاريخ؟ وده كان الهدف الاساسي اللي ابن خلدون دعا لتاسيس علم العمران بسبب اكتشاف وزيف ومغالطه المؤرخين، وان احوال المجتمعات هو مش قادر يعرف حقيقتها، فعايز يتوصل لمعرفه حقيقه المجتمعات بصوره موضعيه او بصوره دقيقه. فده الهدف بقى ايه؟ التطبيقي او الهدف العملي اللي ابن خلدون هيسعى لتحقيقه منتهى البساطه، إيه؟ عشان يقدر يصحح احداث التاريخ ويتناول امور المجتمعات بصوره واقعيه. طب هننتقل لرائد اخر من رواد المؤسسين لعلم الاجتماع، الا وهو اوجست كونت. اوجست كونت طبعا عالم اجتماع فرنسي. اي مفكر بيتأثر بظروف مجتمعه، وبالتالي كان هناك رغبة من أوغست كونت في إصلاح المجتمع الفرنسي وإنقاذه من الفوضى والانهيار اللي كانت موجودة في المجتمع قبل الثورة الفرنسية. عشان كده نقول لك إيه، ما أنا ممكن أطرح سؤال: يتأثر المفكر بظروف عصره؟ طبق هذه المقولة على أوغست كونت. حالة الفوضى دي أوغست كونت وصفها في إيه؟ في وجود اسلوبين متناقضين من التفكير، وجود اسلوبين متناقضين من التفكير سماها ازدواجية التفكير. الاسلوب الاول اسمه الاسلوب العلمي الوضعي، وده كان بيدرس بيه الظواهر الطبيعية او الكونية. والاسلوب الثاني اسمه الاسلوب الفلسفي الديني، وكان ده بيدرس بيه الظواهر الاجتماعية. اسلوبين، كلمة اسلوب يعني طريقة في التفكير. المجتمع الفرنسي كان فيه أسلوب علمي وضعي بيختص بدراسة الظواهر الكونية أو الطبيعية، والأسلوب الفلسفي الديني بيهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية. لا، أوغست كونت حدد بقى مهمة علم الاجتماع، قال لا أنا عايز أعمم الأسلوب العلمي الوضعي ده ليصبح منهجا لكل ظواهر الكون بما فيها الظواهر الطبيعية الظواهر الاجتماعية. يعني أنا مش عايز أدرس الظواهر الاجتماعية بالأسلوب الفلسفي الديني، لا أنا عايز أدرس الظواهر الاجتماعية بالأسلوب العلمي الوضعي. يبقى ازدواجية التفكير هنا كانت مشكلة كبيرة جدا في المجتمع الفرنسي. وجود أسلوبين متناقضان من التفكير
ألا وهما الأسلوب العلمي الوضعي والأسلوب الفلسفي الديني. ومن هنا أصبحت مهمة أوغست كونت تعميم الأسلوب العلمي الوضعي ليصبح منهجا لكل ظواهر الكون بما فيها الظواهر الاجتماعية. أيضا أوغست كونت وضع دعائم لعلم الاجتماع زيه زي ابن خلدون. احنا اتفقنا ان الدعائم ثلاثة: موضوع ومنهج وهدف. موضوع ومنهج وهدف. طب هو أوغست كونت حدد موضوع علم الاجتماع في ايه؟ قال لي علم الاجتماع ده هيدرس ايه؟ الظواهر الاجتماعية. الظواهر الاجتماعية زي الأسرة، زي الدولة، زي اللغة، زي القانون، زي الاقتصاد. وفهمنا مع بعض قبل كده ان الظواهر الاجتماعية دي بتنشأ نتيجة تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض. طيب هدرس الظواهر الاجتماعية ازاي؟ يبقى عندي في منهج. من أهم المناهج اللي أكد عليها أوغست كونت عندي منهج الملاحظة، ملاحظة الظاهرة طبعا، والمنهج المقارن، أقارن بين الظاهرة في عهد وعهد وعصر وعصر أو في نمط ونمط آخر، بالإضافة إلى المنهج التاريخي. طب كل ده ليه؟ عشان أقدر أفهم الظواهر. أفهم الظواهر وفهم الظواهر ده هو اللي هيوصلني للقوانين اللي هي الغاية النهائية للعالم. طب أنا كده موضوع اتحدد وهدف اتحدد، طب إيه هي أهداف العلم عند أوغست كونت؟ التوصل للقوانين التي تحكم المجتمع. والقوانين دي عندي أقسمها لي القانونين. عندي قوانين الحركة، قوانين الحركة على وجه التحديد، وقوانين الحركة دي بتدرس عوامل تغير المجتمع اللي أنا فسرتها لك تفسير شامل في التحليل، فسرتها لك تفسير شامل في تعريف علم الاجتماع. وقوانين الثبات أو النظام هتدرس عوامل استقرار المجتمع. الثبات بنقول عليها استاتيكا اجتماعية، قوانين حركة بنقول عليها ديناميكا اجتماعية. يبقى هدف علم الاجتماع عند أوغست كونت التوصل لقوانين اللي بتحكم المجتمع. كم قانون؟ اتنين: قوانين الحركة أو التغير، وقوانين الثبات أو النظام. نقول ديناميكا اجتماعية أو استاتيكا اجتماعية. يبقى 3 دعائم للمنهج: الموضوع والمنهج والهدف. طب رائد آخر من الرواد المؤسسون لعلم الاجتماع ألا وهو إيميل دوركايم، وده كان عالم اجتماع فرنسي أيضا، وتأثر في نشأته بحياته بمنتهى البساطة. هو عاش في ولاية أو في ريف صغير في فرنسا كان اسمه إبينال في البداية، ثم انتقل لباريس العاصمة، فتأثر في نشأته بحياة الريف وبحياة الحضر، وده هينعكس في أفكاره لما هيكلمنا عن نوعين من أنواع التضامن ألا وهما التضامن الآلي والتضامن العدوي. طيب مندل قايم وضع مجموعة من الدعائم لعلم الاجتماع تمثلت في تحديده للظواهر الاجتماعية كعلم، وتفسيره للظواهر الاجتماعية باعتبارها موضوع لعلم الاجتماع. في الحالة دي هو اتفق مع ابن خلدون، واتفق أيضا مع أوغست كونت أن الظواهر الاجتماعية موضوع لعلم الاجتماع. اتفقنا الظواهر الاجتماعية دي بتنشأ نتيجة تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض، وبالتالي في حياة اجتماعية ده بيساوي وجود ظواهر اجتماعية. طيب حدد دعائم للمنهج زي ابن خلدون تماما وأوغست كونت، بس قبلها ميز لي بالنوعين من التضامن اللي انا قلت لك هو تأثر بحياه الريف وتأثر بحياه الحضر. فتأثره بحياه الريف سماه تضامن آلي، مفيش اختلافات ما بين الافراد، مفيش عندهم تخصص مهني دقيق، في الغالب هما بيشتغلوا في الزراعه والصيد، او بتلاقي الفرد الواحد هو بيزرع وبيصطاد وهو اللي بيخبز وهكذا. عشان كده بنقول متشابهون ولهم نفس المشاعر، قيمهم واحده، الافق ضيق. التعبير عن المشاعر او التقاليد والاعراف السائده بتبقى واحده، لكن لما انتقل لباريس العاصمه ده قال عليها التضامن العضوي في فوارق. طبعا التخصص دقيق، والتخصص ده بيتم ايه تقسيمه؟ عن طريق ايه؟ لا اما الشهاده لا اما درجه الكفاءه على وجه التحديد. تستقيم الحياه بينهم بالتكامل كاعضاء الجسد الحي. يعني عايزين نقول ان التضامن هنا العضوي ما بين افراد المجتمع
بيسوده التكامل، بشبهه بالعلاقة اللي موجودة بين مكونات الجسد أو مكونات الشخصية كجانب جسمه وعقله واجتماعه الانفعالي. لو أي جانب اتأثر بمكروه بيأثر على الجوانب الأخرى، ده دليل على قوة الترابط. يبقى عندي تضامن عضوي وتضامن آلي. طب إيه هي بقى دعائم المنهج عند ميلدور قايم؟ حدد موضوع علم الاجتماع في دراسة الظواهر الاجتماعية، وعرف الظاهرة الاجتماعية بأنها نظام اجتماعي يمارس من خلال مؤسساته. يعني التربية مثلا تحقق ازاي؟ من خلال ايه؟ النظام التربوي هيتحقق من خلال المدرسة، هيتحقق من خلال الجامعة، هيتحقق من خلال المعهد. فقال لي الظاهرة الاجتماعية هي نظام اجتماعي. طب زي ايه؟ زي النظام التربوي. طب مين اللي هيحقق اهداف النظام التربوي؟ مؤسساته. مؤسساته زي ايه؟ المدرسه، الجامعه، المعهد. طيب يبقى هنا حدد موضوع علم الاجتماع. طب اتكلم عن دعائم لعلم الاجتماع. بالطبع الدعائم تمثلت في العنصر الثاني الخاص بالمنهج، وهو اتباع اساليب بحثيه قايمه على الملاحظه وتتبع الظواهر الاجتماعيه، بحيث ان اي فكره مسبقه ما تاثرش بيها. ولما اجي ادرس الظواهر الاجتماعيه ادرسها كاشياء. اشياء ايه؟ خارجه عن الذات. يعني هدرسها بصوره موضوعيه او بصوره دقيقه. يعني الظاهره الاجتماعيه مش هتتاثر بوجود الفرد او بفناء الفرد. زي اللغه، انا اتولدت لقيت المجتمع موجود في لغه معينه، واللغه دي هتفضل بعد فنائي وهكذا. فلما اجي ادرس ظاهره اجتماعيه ادرسها كشيء خارج عن ذات الفرد او عن تاثره. ايضا وضع ابن خلدون اهداف لعلم الاجتماع. تمثلت اهداف علم الاجتماع في الكشف عن القوانين اللي بتحكم الظواهر الاجتماعيه، عشان احقق هدف مجتمعي اللي انا اقدر احل المشكلات الاجتماعيه، وبالتالي اوصل بالمجتمع الى التضامن الاجتماعي المنشود اللي بيسوده تقسيم العمل الفعال. وبهنا ابن دورقايم ايضا وضع دعائم لعلم الاجتماع تمثلت في الموضوع والمنهج، مرورا باستخلاص اهداف علم الاجتماع. كل يعني شخص من هؤلاء وضع هذه الدعائم او هذه الظواهر المختلفه طبقا لتفاعله، زي ما حضرتك قلت جميل. هو كان عايش فتره من الزمن تفاعل فيها مع المجتمع، استشعر فيها حاجات معينه، حالات معينه، حتى على اساسها الاهداف دي او الظواهر دي. تمام، ده اللي حضرتك اكدت عليه او اكدنا عليه، ان الفيلسوف او المفكر او اي عالم بيتاثر بظروف مجتمعه، وظروف مجتمعه دي بيترجمها لاراء. فانا بتكلم عن نشاه علم الاجتماع. يمكن انا بتكلم عن النشاه، العلماء ما كانوش متعاقبين في السنين. يعني ابن خلدون لما اسس علم العمران، علم العمران ده بعدها باربع قرون، يعني ب 400 سنه اتعرف باسم علم الاجتماع. دي اوجست كونت بعده بفتره طويله سمى العلم الفيزياء الاجتماعي، وبعدين تخلى عن الاسم ده وسماه علم الاجتماع. جه من دورقايم ايضا بعده بفتره. لما باخد اي مين هم ابرز الرواد اللي كان لهم دور في نشاه علم الاجتماع كعلم يهتم بدراسه المجتمع بصوره موضوعيه او بصوره دقيقه لكي يتوصل للقوانين الحاكمه له، وبالتالي ده بيحفظ توازن المجتمع واستقراره وتماسكه. طيب مستر وسيم، هل بالضرورة ان كل واحد من هؤلاء الثلاثة بيتفق مع اللي قبله، ولا ممكن يختلف عنه تمام؟ وده شيء طبيعي جدا؟ كلهم اتفقوا في تحديد موضوع لعلم الاجتماع متمثل في دراسة الظواهر الاجتماعية اللي بتنشأ نتيجة وجود يعني التفاعل ما بين قد تكون الأفراد. هناك أهداف مشتركة أو طبعا ظواهر مشتركة، فمن حق هذا العالم إن هو يجي يعني يحدد الأبعاد الجديدة والجوانب الجديدة مع وضع القديمة برضه. بالظبط، أنا ممكن أبتدي من حيث ما أنت انتهيتي، أنت قمت بأبحاث ودراسات توصلت للنتائج، أنا ممكن أبتدي من حيث النقطة تؤكد اللي عليها. بالظبط بالظبط، طالما هي يعني وصلت نقدر نقول للنتائج. إن الثلاثة تواصلوا مع بعض، وإن كل واحد كان بيبني مرحلة تمام بناء على ما تم بناؤه سابقا، ما كانش بناء منفصل على ما ولا تم مستقل. بناء على ما تم تركه، لان هما بينهم فترات عمريه كبيره جدا قد تصل لقرون، يعني هما مش متلاحقين او اصدقاء او الكلام ده. فبالتالي لما اجي بتكلم عن علم ببص قبل عمل ايه او الكلام ده،
وممكن اقتنع بآراءه وممكن لكن احنا ابتدي منها. كبشر لا نستشعر هذا الفرق الزمني، يعني الوقت والزمن ده احنا مش حاسينه ان هو يعني مئات السنوات او قرون، مش هنقدر نحسها. الوهله الاولى كده لما اتكلم عن رواد مؤسسين، الطالب بيعتقد ان ده مات ده كمل وراه على طول، لا ده ايوه فيها قرون طويله، فيها قرون انا طويله. تخيلت من كلام حضرتك فعلا ان كل واحد بنى نظريه او بنى هدف لانه كان يعني جه ورا مثلا الجيل السابق او تمام. ورا الشخص السابق على طول يعني. لا يعني مثلا ابن خلدون لما قدم اراءه وافكاره المتعلقه بعلم العمران، الاراء دي ما لقتش اللي يرعاها او يكمل المسيره، ليه؟ حصلت احداث كتيره كان منها فحضرت فجوة فترة من الزمن. حصل في غزو للتتار والمغول لمعظم الدول العربيه الاسلاميه، فتوقفت هذه الافكار او انقطعت، ما لقتش حد يرعاها. جو جاست كنت بعده فتره طويله جدا بقرون على وجه التحديد. ولكن اللي نقدر نستخلصه من هذا اللقاء ان علم الاجتماع زيه زي علم النفس ملامس للمجتمع، يعني حضرتك هتستفيد منه فيما بعد والطالب هيستفيد منه فيما بعد من خلال احتكاكه وتفاعله مع الاخرين ومع المجتمع بقى وكافة الظواهر الموجودة. علشان كده بنطلق عليها علوم إنسانية. العلوم الإنسانية دي اللي بتختص بدراسة الإنسان، الإنسان في تفاعله مع الغير أو في تفاعله مع المجتمع بما يشمله من مؤسسات ونظم وغيرها، لأن النظم دي هي اللي بتحدد العلاقات. يعني مثلا النظام القضائي بيعرفني حقوقي إزاي أخدها بالطرق المشروعة، النظام العائلي وهكذا، وكل النظم اللي موجودة وكيفية التعامل الأمثل، لأن كل مجتمع له قيمه، وأنا كفرد لابد إن أنا ألتزم بالقيم دي، لأن لو خالفت القيم دي هتعرض للعقاب، سواء بقى عقاب مادي أو عقاب معنوي. واللي عايزين نقوله كمان مهم قوي ان في مفردات يعني وكلمات ومصطلحات ومفاهيم ممكن هنستخدمها احنا حتى كاشخاص سواء كنا دارسين او غير دارسين لعلم النفس، هتفضل مستمرة معانا طول حياتك بقى يعني موجودة، ويجب عليك فعلا ان انت تعرفها لان ربما مثلا غيرك ما درس المادة دي او ما عندوش معلومات كافية عنها ممكن انت تفيده بعد كده، ففي استمرارية بقى في علم الاجتماع. بالطبع الإنسان كائن اجتماعي، ما تمام يقدرش يعيش لوحده، لابد من إقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين، تمام والعلاقات دي بتولد تفاعلات تستمر الحياة بقى من خلال تبادل الخبرات ما أكيد بيننا وهكذا. أكيد. كان شرح جميل جدا يا مستر وسيم النهارده للرواد المؤسسين لعلم الاجتماع، بشكرك يا فندم. شكرا شكرا لحضرتك، شكرا ونلتقي في حلقات أخرى قادمة إن بإذن شاء الله الله. إن شاء الله. أعزائنا الطلاب، تذكير بسيط في ختام هذا اللقاء، إن شاء الله الحلقة الجديدة والقادمة من برنامجنا جذور العلم يوم الجمعة الساعة 7:30 مع دكتور محمد عبد العزيز، في انتظار متابعتكم إن شاء الله، حتى نلتقي معكم وحلقة جديدة من برنامجكم تبسيط العلوم. شكرا لكم.